أطلقت المستشفيات الحكومية ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني شراكة جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية والدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية على أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانيات بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وذلك وفق منهجية ترنو إلى النهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي من توجيهات وتطلعات مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة لرفع مستوى الكفاءة والخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية وفق أعلى المعايير. وأوضح الأنصاري بأن هذه الشراكة ستمكن المستشفيات الحكومية من المشاركة في استخدام مرافق مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي كموقع محوري للقيام بكافة أبحاث الذكاء الاصطناعي لمنتسبي المستشفيات الحكومية. من جانبه عبر الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي عن تفاؤله لاستفادة المستشفيات الحكومية من إمكانيات المركز بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتطورة وبما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، متطلعا للعمل الوثيق بين المركز والمستشفيات الحكومية وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الشراكة.